لبنان. نو 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 نو، ما في ربيع لبنان. على فكرة واحد من المطلوبين على التحقيق ميت، مع الإعادة، إنه ياما الميتين صوتوا بالانتخابات، شو فيها يعني؟ نتغنى بلبنان منارة الحرية، بس شو وضع الحرية بلبنان عبد؟ سلام، أنا بدي طمئن اللبنانيين، أصدقائي اللبنانيين المحبطين مثلي، إنه لبنان هو تاني بلد بالحريات السياسية. العربي مش بالعالم، العالم العربي مش بالعالم، بس بالعالم تاني بلد بالعالم العربي بالحرية السياسية. بس إذا منشوف الدرجات الإموا، شو اسمها بالفرنسي؟ إموا؟ شو الإموا؟ علاماته بالمدرسة؟ النوت؟ النوت؟ النوت، النوت، النوت تبعه. فهو جايب 44. يعني لبنان بلد فاشل بالحرية، بس مبسوط إنه كل اللي حواليه أغبى منه. يعني يعتبر لبنان سائد. نعم، لبنان سائد، بس يعني هو الثاني من ورا. اوكي، هيك من هيك هيك اذا بدك يعني. هم مثل ما تقول يس انا طلعت الثالث، بس انتم تكونوا ثلاثه بالصف بالضبط. هاي اوكي، لكن ثانك يو كثير عبد. خلينا نطلع بريك صغيره، بعد ما نرجع ما لنا جديد نحكي عن شيء، بس نرجع نذكر العالم بموضوع النفايات. اوكي، ولانه بعد شوي رح يغرقوا، فانه لازم يعرفوا ليه عم يغرقوا بالزباله يرجعوا، مش انه يا الله رجعنا على الزباله. صح، نعرف الاسباب. اوكي، نعرف الاسباب وما يكون عندنا حل ولا شيء. دائما نحن بنقول الاسباب بس ما عندنا حل ولا شيء. لازم توصل للمشكل لتعرف انه نحن بلد الحريات. اسال جو معلوف. اوكي.